تشارك مؤسسة حياة كريمة لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. تنظم المؤسسة من خلال الجناح الخاص بها عدة فعاليات والأيام المعرض تتضمن التعريف بالمشروع القومي حياة كريمة وعدد من المشروعات الأخرى. احنا اول مره نشارك كحياه كريمه في المعرض القاهره الدولي للكتاب السنه دي. عندنا اول فعاليه ان شاء الله مسابقه يوميه، مسابقه ثقافيه يوميه لكافه الاعمار عن جهود الدوله والمشروعات القوميه وجهود حياه كريمه واللي بتقدمه حياه كريمه. في فعاليات للاطفال موجوده زي مسرح العرايس اللي هو كركور. عندنا كمان برضو ورش رسم وتلوين للاطفال، هيتم عمل ورش حكي وجلسات حكي للاطفال الموجودين في المعرض. كمان هيكون عندنا برضو فعاليه حلوه جدا ومهمة جدا اسمها تصور في الخير. زوارنا الكرام هيجوا يزورونا في المعرض، يعرفوا فعالياتنا وحاجاتنا ومجهود مؤسسة حياة كريمة وأجهزة الدولة المختلفة في تنمية الريف المصري وكرة الريف المصري. معرض المشغولات اليدوية ومنتجات أسر الكرة حياة كريمة في مصر كلها هيكون موجود معنا ليهم أيام وجدول عرض. هنبقى موجودين مع بعض كل يوم من المواعيد الرسمية للمعرض. أول مشاركة لينا إن شاء الله، وتبقى بداية مشاركتنا في النسخ اللي بعد كده من المعرض إن شاء الله.